عندك اي عيوب في الصورة وعايز تنسخ نص معين وبتنسخه بالطريقة البدائية دي، فدي طريقة غلط. انا اقول لك على طريقة في 30 ثانية. اول حاجة نفتح كلمة اللير وهناخد نسخة من اللير اللي عندنا، ودلوقتي من اداة الكلون اضغط عليها واروح على الويندو وافعل الكلون سورس، وهخلي الزاوية هنا سالب 2 وندوس على الخيار اللي بيعكس الصورة ده، ونيجي على الصورة بتاعتنا نضغط على اول العين ونبدأ نرسم على المكان اللي عايزين نعكسه. كده عكس لنا العين وبطريقة سهلة جدا. لو عجبك متنساش تعمل فولو عشان تشوف الفيديوهات الجاية.